لازلنا في ذات الموضوع مشاهدينا الاعزاء، وينضم الينا هاتفيا ايضا الدكتور امجد الحداد رئيس قسم الحساسيه والمناعه بالمصلي واللقاح. دكتور امجد صباح الخير واهلا بك في هذه الجوله الاخباريه. وكما قلت انا منذ قليل، هناك تزايد ملحوظ في اعداد الاصابه والوفيات في مصر جراء تفشي فيروس كورونا، ما دلاله هذه الارقام؟ اولا صباح الخير ورمضان كريم عليك وعلى الساده المشاهدين. وحضرتك. طبعا الفتره اللي فاتت دي شهدت اعياد القيامه وشم النسيم ورمضان، حصل الناس شويه نوع من الاستهتار نزول الشارع والتجمعات. كان منظر طبعا احنا كلنا شفناه، كان منظر مؤسف في المسجد والعتبه وشارع الازهر، ناس بتشيل احتياجاتها كلهم. معظم الناس ما كانش عامله اي اجراء احترازي ولا تباعد اجتماعي ولا ارتداء الكمامات. كنا احنا ساعتنا نوهنا وخفنا وقلنا ان الفتره اللي جايه دي هتشهد زياده في الاصابات، مردود الازدحام والتكدس اللي حصل ده بيظهر بعدها في اسبوع. وللاسف ان احنا فوجئنا برضو ان بعد الازدحام ده ان الناس لسه فكره الحظر بالليل. انا بشوف بالليل في الاماكن الشعبيه يعني الحظر ده تحس ان هو معمول على الشوارع الرئيسيه فقط لا غير. الناس بتنزل على في تحت في العماير بالكراسي بيشربوا قهوه ويقعدوا، وبرضو حتى بعد ساعات الحظر في المناطق الشعبيه. وده اللي انا بحب اشدد عليه، ان يجب ان احنا نلتزم بالحظر ونلتزم بالتباعد الاجتماعي. ولان الفتره اللي جايه دي لو فضل الوضع ده زي ما هو كده هي ممكن يبقى فيه زيادات، ونلاقي في شهر مايو نصل للذروه بسبب ان احنا ما طبقناش الاجراءات الاحترازيه او استهترنا بتطبيقها. فكره التجمعات دي فكره كارثيه جدا، فكره عدم تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامه، فكره نزول كبار السن برضه دي فكره كارثيه. زي ما حضرتك قلت ان كبار السن مش بنقول ان هم اللي بيموتوا بس، لا هم الاكثر خطوره، كله بيصاب، اطفال وشباب كله معرض للاصابه بنفس الدرجه. ولكن جهاز مناعي بتاع الطفل وبتاع الشاب ممكن ما يدخلوش في المضاعفات، ولكن ينقله لشخص مسن قد تكون مناعته ضعيفه او كبير في السن او ذوي امراض مزمنه، فنجد نسبه الوفيات في الفئه دي عاليه جدا جدا جدا. طيب خليني استغل يعني صفه حضرتك يا دكتور امجد، وانت يعني طبيب في المتخصص في المناعه والحساسيه، ايه هي يعني النصائح اللي توجهها للساده المشاهدين فيما يتعلق بتقويه المناعه لديهم، خصوصا ان احنا يعني حضرتك كل سنه وحضرتك طيب في شهر رمضان، وبالتاكيد عندنا بعض الطقوس اللي بنمارسها في الاكل ممكن تكون مخالفه شويه للمناعه. كلام حضرتك سليم. هو انا احب نقول ان جهاز المناعه ده هو مش جهاز واحد، هو عباره عن منظومه متكامله من الاعضاء فيما بينها بتتحد للحفاظ على الجسم ضد اي عدوى او ميكروب او اي هجوم من اي جسم غريب. المنظومه دي هي خلاص اتكونت، ولكن تحتاج اللي بيعززها وبيقويها واللي بيحافظ على انها تؤدي وظيفتها بقوه. ايه الحاجات اللي هي بتعزز من اداء الجهاز المناعي؟ اول حاجه التغذيه. التغذيه من الاشياء المهمه جدا للحفاظ على جهاز مناعي سليم. ازاي نحافظ على جهازنا المناعي السليم؟ جهاز المناعي السليم مش محتاج افراط في التغذيه التغذيه الدهنيه. بنقول للناس بلاش نكتر من الدهون، بلاش نكتر من السكريات بصوره مفرطه، وبالذات ان احنا في رمضان وجب ناس كتير قوي تاكل من الحلويات الحاجات اللي فيها سمنه وزيت كتير، وبتاكل من الحاجات اللي فيها سكريات زي الكنافه، والحاجات دي كلها بتؤدي الى السمنه المفرطه، والسمنه المفرطه من العوامل اللي بتاثر على جهازنا المناعي بالسلب. فلا هيبقى في افراط ولا تفريط، هناخد غذاء بروتيني معتدل، هنكثر من السلطات الخضراء بكميات كويسه جدا، كل ما هو ملون، جزر، خيار، فلفل، الحاجات دي محتوي على مضادات الاكسده، البصل والثوم عناصر غذائيه مهمه جدا في غذائنا. المكسرات بانواعها سواء كان الغاليه او الرخيص منها، الفول السوداني، الكاجو، الحاجات دي بتحتوي على ماده الزنك وهي عناصر مهمه جدا لتوازن جهازنا المناعي. البرتقان والاستفنج والعصير الجوافه، كل هذه العناصر مهمه لمحتواها على فيتامين سي، وده بيعزز من اداء الجهاز المناعي. هنكثر من السوائل خلال فتره فطارنا عشان نحافظ على مستوى سوائل جيد جدا اثناء الصيام، لان ده بيحافظ على جهازنا المناعي. السوائل الطبيعيه مش اللي فيها سكريات ازيد من اللازم يعني. طيب الميه نكتر من الميه كتير اثناء فتره فطارنا. طيب خليني استغل قدامي 30 ثانيه فقط يا دكتور، خليني استغل وجودك معايا برضو واسال حضرتك على ما يمكن ان ننصح به الساده المشاهدين فيما يتعلق بالحد من التجمعات واتباع الخطوات الصحيه الضروريه والتي انتهجتها الدوله مؤخرا. احنا الفيروس قاعد معانا شويه، يعني احنا اجراءاتنا دي هتبقى اسلوب حياتنا بعد كده. لازم ما يبقاش فيه، لازم يبقى فيه على طول تباعد اجتماعي على الاقل متر متر ونص في المصلحه الحكوميه، في الشارع، في المترو، في اي مكان انا فيه احافظ على التباعد الاجتماعي. ارتدي كمامه لو انا رايح مكان فيه تجمع لازم البس كمامه. كبار السن ممنوع منعا باتا نزولهم في الفتره اللي جايه ديت الا عند الضروره القصوى، وبرضه هيتطبق الاجراءات الاحترازيه اللي هي ارتداء الكمامه وعمل التباعد الاجتماعي. بلاش تجمعات، بلاش عزايم،
بلاش الفتره الجايه دي نقرب كتير من بعضنا، لان الفيروس زي ما قلنا هو سريع الانتشار، سريع العدوى، يعني ينتشر بسهوله جدا فوق ما كنا نتخيله. كنا بنقول ان هو زي الانفلونزا، للاسف لا، هو شرس سريع العدوى عن الانفلونزا. فنتمنى الناس تطبق اجراءات احترازيه ونتباعد اجتماعيا، نصح باذن الله. نامل ان يلتزم المواطنون، جميع المواطنين، بهذه الاجراءات الصحيه حتى نمنع تفشي فيروس كورونا في مصر. دكتور امجد الحداد، رئيس قسم الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المتابعه.